like some filthy shoes. How do they dance to your conscious music? Well, if they're not stuck, they can still be moved. Cause I showed them rapping is cool, yeah. I took it back to the fools, yeah. You made it back to the Jew, nah. But I made it back to the Jew, nah. I got the game unlocked, it's a new dealership. They couldn't stop me and neither will you. I got my haters and ops, but you feel that? They stack the hate, but I'm needling through. But you know when you're trying to grasp it, but your head isn't having it. So you're reaching for the in your medicine cabinet. Everything afterwards that you hear they said is inaccurate. But when they're threatened like that, you know you're better than average. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. أسعد بصحبتكم من كابينة التعليق، واليوم لدينا مباراة في دور المجموعات لهذه البطولة. فريق أولمبياكوس يواجه فريق يونغ بويز، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق. هذه هي فرصة هدف. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ حلو الافتكاك على الطرف. وهذه هي التشكيلة الأساسية للمستضيف في لقاء اليوم. واضح الاعتماد اليوم على خطة 4-5-1 التقليدية، واضح أنه يريد السيطرة على وسط الملعب. وهذه هي التشكيلة اللي راح يبدأ فيها الفريق الضيف في هذا اللقاء. طريقة تقدر تكون متوازنة، خطة تقليدية 4-4-2. قرار سليم من مساعد الحكم، تسلل واضح واللاعب كان بعيدا عن آخر مدافع. الكرة في مكان تصويب الآن، والكرة يوقفها الحارس بسهولة. عرضية في وسط منطقة الجزاء، كرة تتهادى إلى حارس بدون أي مشاكل. الكرة الآن مع الفريق الخصم، كرة بينية خلف المدافعين. آخر من لمس الكرة كان المدافع، وبالتالي ضربة ركنية. ركنية ملعوبة في وسط 18. مستحيلة هذه اللقطة، شوف الكرة اللي غيرت مسارها، خدعت الجميع، لمسة واحدة بعدت الكرة، كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية؟ ماثيو فالبوينا، بناء جيد لهذه الهجمة. أندرياس، أوهو، هدف يكسر النتيجة السلبية، افتتحوا المباراة، الضربة الأولى،
المنافسة ستبدأ الآن. مباراة بنقطة تحول في هذه اللحظات. نلقي نظرة مرة أخرى على هذا الهدف الجميل. شوف التحرك، شوف انظر على هذه الكرة واللقطة. حارس المرمى ما كان عنده خيار ولا أي فرصة في التصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. ضغط وخلص الكرة من على الطرف. فرصة لكرة مرتدة. فرصة العرضية الخطيرة. عرضية بدون تركيز. الكرة إلى ركلة مرمى. الإعادة توضح لنا هذه اللقطة. شوف كيف حطها، شوف كيف وضعها، شوف كيف أرسلها، شوف كيف ركنها، شوف كيف كانت صعبة على حارس المرمى في الجهة اليمنى. خطأ فادح من حارس المرمى قد يكلف الكثير الآن. كيف راح يتصرف فيها؟ فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. كرة إلى ضربة مرمى. تحرك جيد في الثلث الهجومي. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. غارسيا. حكم يقرر مرحلة أفضلية وعدم احتساب خطأ في هذه الكرة. فرصة لإرسال كرة عرضية. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. لان عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمه مرتده. بيعدي فيها فرصه الان. عرضيه ضعيفه ايضا، تبعد من اول مدافع. استخلص الكره العرضيه بدون خطوره. يخسر الكره. تصدي ممتاز لحارس المرمى. خلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. كرة بيخلصها المنافس. فرصة الآن. عند الكرة في مكان خطير. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الكرة بترتد من حارس المرمى، ما زالت خطرة. كرة بتتخلص. برافو للمدافع في التغطية. يتعرض لضغط كبير، ضغط كبير على حامل الكرة. لا يعطيهم الكثير من الحلول، التشتيت فقط في خارج الملعب. يستعيد الكرة بتدخل سليم. عرضية تصل الناحية الأخرى. يا رب الكرة في القائم الآن. تسديدة كانت قوية. حارس المرمى لم ينجح في التعامل معها لكن القائم يتدخل. الكرة إلى خارج الملعب. الشوط الأول ينتهي 1-0. قدم شوط أول جيد حقيقة، ربما الآن يقدم ما هو أفضل في شوط المباراة الثانية. سجل هدف مهم لفريقه
كان هدف التقدم في الشوط الأول. معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. ضربة بداية الشوط الثاني في هذا اللقاء، هذه الجولة الرابعة لدوري المجموعات، واللي نتمنى نشاهد 45 دقيقة مليئة بالمتعة والإثارة والحماس. توقع جيد في قطع الكرة. ماتيو فالبوينا يبعد الخطورة عن منطقته. كمارا، تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. الحكم يعطي تحت الفرصة للاستفادة من هذه الكرة. الصافرة توقف اللاعبين، خطأ صحيح. الحكم يوقف اللاعب لاحتساب الخطأ في اللقطة السابقة، والآن نشاهد كرت أصفر في هذه اللحظة. كما نشاهد في الإعادة، الحكم احتسب مخالفة في اللقطة الماضية لأنه قام بمد رجلي بشكل خاطئ في افتكاك الكرة. واضح أن اللاعب كان مضطر لارتكاب هذه المخالفة، سوء تمركزه لحظة قيامه بالتدخل. خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. يفقد الكرة، بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة، فرصة متاحة للتسجيل. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. مرت الكرة للشباك، حاول فيها حارس المرمى لكن لم ينجح في التصدي. يغادر الملعب الآن وسط تحية الجماهير بعد المستوى الجميل الذي قدمه فوق أرضية الملعب. مستوى خيالي ومبهر، قدم كل شيء في مباراة اليوم، يستحق الإشادة، ربما كان يستحق أن يستمر في الملعب حتى نهاية المباراة. واضح أن مدرب الفريق الضيف يفكر في تغيير وضخ دماء جديدة في الفريق، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. كريستو دولوبولوس يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. مساحة كبيرة على الجناح، كرة تتهادى عند حارس المرمى. يتعرض لضغط كبير، بتروح الكرة للخصم. صراع قوي لافتكاك الكرة. هنا في مكان خطير، فرصة تقليص الفارق. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. المدرب الآن راح يزج بلاعبين دفعة واحدة. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء، فرصة تقليص الفارق الآن. قرار سليم وخطأ. تبديل الآن يجري مدرب الفريق، دماء جديدة في أرضية الملعب، واضح أنه راح يكون في نشاط أكثر، حيوية أكثر، تغيير ربما في طريقة اللعب وفي شكل الفريق.
اللاعب فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. ضغط كبير. كرة بينية فيها خطورة الآن. تدخل في اللقطة فرصة هدف الآن. تدخل رائع ينهي الخطورة الآن. واضح أن مدرب الفريق الضيف راح يجري التغيير الآن. حلوة التمريرة بين اللاعبين. شوف الموسيقى، شوف النغم، استمع الآن إلى الألحان. سلاسة في نقل الكرة وتأثير المدرب ودوره. ماذا سيفعل الآن؟ تصويبة لتقليص الفارق. أوهو، كرة خارج المرمى. في محاولة لتعديل أوضاع المدرب راح يجري تغيير تكتيكي في هذا التوقيت. كرة بتروح للمنافس. تصويب الآن. أوهو، ضاعت فرصة تقليص الفارق. كان ممكن يعود الأمل مع هذه الفرصة لكنها لم تستغل. يا الله على هذه اللقطة. تسع دقائق تفصل عن نهاية المباراة. فقدوا الكرة. عند الإمكانية هنا. العرضية لم تكن مثالية وبالتالي تنتهي لدى حارس المرمى. كمارا. بينية مثالية خلف المدافعين. كرة في مكان خطير. رائع جدا حارس المرمى. تعامل مثالي في موقف بطولي واحد على واحد. تصدي ممتاز. ردة فعل تحرك غطى المكان. الله على التصدي. ركنية في المنتصف. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. وضعية اختلفت. أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. الوقت بدأ الضايع في تقدير حكم المباراة. ثلاث دقائق. عند الكرة في مكان خطير. كمارا. مستحيل مستحيل. هدف ولا أروع. هدف في هذا التوقيت. هدف آخر يضيفه الفريق في اللحظات الأخيرة. يوسع الفارق. يزيد به جراح منافسه في مباراة اليوم. على الرغم من أنهم قد ضمنوا الفوز لكنهم استمروا في الضغط حتى النهاية. الآن يسجلون هدف آخر في الوقت بدل الضايع ويوسعون الفارق ويؤمنون الانتصار. تمر اللحظات الأخيرة من المباراة والمباراة حسمت ومن الصعب بأن يحمل الوقت المتبقي الكثير من التغيرات في هذا اللقاء. يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ليسعد كل هذه الجماهير بالنسبة لأصحاب الأرض بالنقاط الثلاث. بالتأكيد أداء لا تشوب الشائبة من الفريق اليوم. تتكلم عن سرعة، عن قوة، عن تحركات، عن فنيات. كل شيء تبحث عنه في كرة القدم كان موجوداً في الفريق اليوم. نجحوا في أن يحسموا الأمور لمصلحتهم بنتيجة كبيرة تعبر عن ما قدموه في المباراة، عن سيطرة تامة على مجريات المباراة من البداية للنهاية. ركنية ملعوبة في وسط 18.
اللقطة، شوف الكرة اللي غيرت مسارها، خدعت الجميع، لمسة بناء جيد لهذه الهجمة. أندرياس، أوهو، هدف يكسر النتيجة السلبية، افتتحوا تسجيل هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة بالتأكيد. تصويب الآن، أوهو، ضاعت فرصة تقليص الفارق، كم ممكن يعود الأمل مع بينية مثالية خلف المدافعين، كرة في مكان خطير، رائع جدا حارس المرمى، تعامل مثالي في موقف بطولي واحد على واحد، عند الكرة في مكان خطير، كمارة، مستحيل مستحيل، هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت.